شهر رمضان يعتبر لدينا موسم بالسمبوسة والباقية، لأنه في الفترة الأولى تتوقف الحلويات. مش معقول الناس من بدايتها بيحلوا كذا، لازم تتوقف الحلويات. نحن نبدأ الآن نستعد للموسم، موسم السمبوسة والباقية. كل سنة الأطفال وأصحاب البيوت يعلقوا الزين والسراقات الصغيرة هذه التي تضوي يعني تباشيرهم باستقبال شهر رمضان المبارك الكريم. يزينوا الحواري ويعملوا هذه الحفلات الاستقبالية لشهر رمضان، والأطفال يشترون الند هذاك ويجلسوا يدوروا ويرحبوا برمضان.